السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً معكم أخوكم أبو رياض. طريقة إضافة وحذف القنوات. طب الحين أنا برجع للشاشه الرئيسية. والحين على الرادي. أبا أحذف القنوات اللي مسجلة عندنا. طبعاً عندي هنا قنوات مسجلة. شوفوا. هذه القنوات المسجلة عندنا. أبا أحذف القنوات اللي أنا أضفتها. أروح على القائمة الرئيسية. إعداد راديو إدارة المفضلات. شوف هنا إدارة المفضلات واختار القناة اللي أبغاها وأحذفها. مثلا عندي 9 هذا القناة اختارها وسوي لها حذف. حذفت. الثانية حذف. هذه كمان حذف. هذه كمان حذف. هذه كمان حذف. موافق. الحين برجع على القائمة الرئيسية الراديو. شوف ما عندي اي قناة هنا موجودة. ما عندي ولا قناة هنا موجودة. ولا سمع بحثها بنفسي. يعني هذا بحث تلقائي. طيب انا بضيفها. طبعا هذا اللي يبحث الالي. بس انت عندك تردد معين. مثلا. تردد معين. تروح على توليف. وتخش التردد اللي تريده. مثلا عندك بك اصبحنا اللي هو 9 5 5 الا رسول خلت من قبل تم اضافه التردد اللي هو 955. مثلا الاخ اللي سال يبغى 101 ان يستمروا على دينهم فاصل 2. طبعا هذا 1 0 1 2. طب ايش اسوي له هنا؟ ارجع على القائمه الرئيسيه الحين الراديو والقناة اللي تعجبني الحين. ما عندك عندك 100 101. القناة دي عجبتني. وش اسوي لها؟ كل ما عليك بس تختار من الارقام هذه. مثلا ابغاها في رقم 2 ضغطة طويلة الين يعطيك نغمة جرس او نغمة طقة او نغمة انذار. اذا طلعت النغمة هذه معناتها انه تم الحفظ. شوف الحين خلاص الحين محفوظة وصار عليها علامة. اقدر الحين اغير التردد. أرجع لقناة المفضلة حق رقم 2. شوفوا هذه إدارة المفضلات. هذه المفضلة حقتنا. طب أبغاها مثلا قناة بك أصبحنا. مثلا بحث آلي. أقدر أبحث بحث آلي. يبحث بحث آلي. القناة اللي أبغاها مثلا زي القناة هذه الحين بحفظها. هذا بك أصبحنا. الحين بحفظها. وش أسوي لها؟ ضغطة طويلة إلى ما يطلع لنا سمع نغمة. الحين محفوظة عندي بك صبحنا أو قناة إذاعة القرآن الكريم. فهذه الطريقة. التوليف عن طريق اللي هو كلمة توليف هنا تدخل ترد اللي تبيه. المفضلات اللي تبغى تحفظها عندك في القوائم الأرقام اللي هنا كل ما عليك بس تضغط على الرقم اللي تحب تحفظيه ضغطة طويلة ونحفظه معك تردد. الحذف قائمة رئيسية إعداد إدارة طبعا لا الراديو إدارة المفضلات تختار المربع اللي تبغى تحذفه تحط علامة تضغط حذف بعد الموافق وانتهى العمل. سهل جدا. إضافة وتوليف القنوات. هذا الحذف والتوليف عن طريق كلمة توليف هنا في الراديو الشاشة الرئيسية اللي هو عن طريق هذا كلمة الإشعار الراديو توليف تدخل الترد اللي تبيه. سهل جدا. أتمنى أن المعلومة وصلت لمن أراد إضافة وإلغاء ترددات في الراديو. وموفقين خير.